غادي نعطيكم واحد المنوي معمر بلاكريم باتيسري. غادي نحتاجو في غادي نحضروا الحشوه هي الاولى. غادي نحضروا الحشوه، غادي نحتاجو نص اطر ديال الحليب مع 4 المعالق ديال لاكريم باتيسري او المستحضر ديال لاكريم باتيسري، و3 المعالق ديال سكر سنيده. غادي نوضعوهم في واحد الكاسرونه وغادي نخليوهم حتى كيعقد الخلاط. من بعد ما كيعقد الخلاط غادي نوضعوه في واحد الاناء وغادي نوضعوهم في الثلاجه حتى كيبرد، حتى كيبرد داك لاكريم باتيسري تماما. غادي نحضروا العجينه، غادي نحتاجوا 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، من الافضل انه يكون نوعيه جيده. غادي نزيد عليه بيضه والقليل من الملح باش كنحيدوا داك، باش كنحيدوا الرائحه ديال البيض. غادي نزيدوا معلقه صغيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال الزبده وكيس من الخميره ديال الحلويات وكيس ديال الفاني والماء دافي لجمع العجين. تنعجنوا الخليط وتندلكوه مزيان وكنخليوه يرتاح. من بعد تنقسموا العجين على 20 كره، يعني داك العجين كنقسموه على 20 حبه. من بعد كل حبه كنطلقوها بيدينا بالاستعانه بالزيت، كنطلقوها مزيان كنورقوها مزيان وكنشدوا كل حبه طلقناها كنعمروها بلا كريم باتيسري وكنطويو كن كن يعني كنطويوها بحال اللي كنديروا المسمن. كنطويوها اييه ديال الرغايف، يعني الطريقه اللي كنديروا للرغايف كيف ما كتشوفي. وغادي نشدوا الزيت غادي نسخنوه مزيان وكل حبه غادي نقرصوها عاد غادي نقليوها في الزيت. بالنسبه للناس اللي ما باغينش يقليوها في الزيت يدخلوها غير الفران. فعلا اييه الواحد كتثبت لك كل واحد والاختيار، هي من الاحسن من من كيتقلى كيجي زوين. غادي كيف قلت لك غادي نقليوه، غادي نقليوه مزيان وكنحمروه مزيان. من بعد ما كنقليو كاع الكميه اللي عندنا كناخذوهم وكندهنوا الوجه ديالهم بالعسل وكنذوقوهم بالكاوكاو مهرمش. اييه واخا كليتيهم داكشي علاش جاو محمرين، يعني بانوا محمرين بزاف الله يعطيك الصحه. لا كيبانوا زوينين بزاف، كيجيو محمرين كيجيو مقرملين كيجيو زوينين. اييه وبداك الكريم باتيسيير يعني في الوسط تبارك الله كيعطيو مذاق صراحه، كيجي مذاق زوين وكي يعني صراحه كنديروا شيء مختلف على العاده.